فتاة صينية اشتهرت باسم آسيا. يمكن هذه الفتاة اشتهرت بتقليد الفنان عادل إمام. وعادل إمام النهاردة عيد ميلاده، ونقول له كل سنة وهو طيب. ومبارح احنا اتكلمنا مع صديقنا محمد توفيق في مسيرة الفنان عادل إمام، هذه المسيرة التي كانت محط أنظار وإعجاب الناس، مش بس في منطقتنا العربية ولكن أيضا في الصين. والدليل على ده هذه الفتاة آسيا اللي ليها يعني أكتر من فيديو. نشوف فيديو من الفيديوهات اللي عملتها آسيا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد يا دكتور عمر، وسنة حلوة لك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. طب شكرا، شكرا فريق البرنامج، شكرا للجميع على هذه اللفتة اللي انا ما توقعتهاش والله ما اعرف، لكن يعني انا افتكرت انه آسيا هتهني عادل امام بعيد ميلاده لانه عيد ميلاده النهارده. آسيا هنتني انا.